السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا على قناة الفيزياء والرياضيات ببساطة مع درس من دروس الرياضيات للسنة الثالثة إعدادي مسلك دولي. إذا الدرس اليوم كيهدر أو العنوان ديالو هو أنجل أنسكري إي أنجل أوسونتر، بالعربية الزوايا المحيطية والزوايا المركزية. إذا من خلال هذا الدرس غنحاول نتعرفوا على شنو كنقصدوا بالتعريف نتاع الزاويه المحيطيه، يعني شنو هي انونغل انسكري وشنو هي انونغل او سونتر. وغنشوفوا في هذا الدرس كذلك لا غولاسيون انتر انونغل انسكري و انونغل او سونتر. اذا نحاولوا الله يرضي عليكم تنتبهوا معايا. اذا نبداو على بركه الله مع اول تعريف عندنا في هذا الدرس غنهضروا فيه على لونغل انسكري. لونغل انسكري بالدارجه هي الزاويه المحيطيه. دونك شنو هي الزاويه المحيطيه؟ نقراكم لا ديفينيسيون عاد نشرحها لكم بالاكزامبل. دونك دون ان سيركل ان انجل انسكري اي تان انجل دون لو سومي اي سور لو سيركل اي دون لي كوتي كوب لو سيركل. هذا هو التعريف ديالها. اذا نقول لكم بالدارجه هنا شنو نقصدوا بلونجل انسكري. هي كله بالعربيه الزاويه المحيطيه شنو هي؟ هي كل زاويه تيكون الراس ديالها كينتمي الى دائره ما، صافي، ودلعاها يقطعان الدائره. اذا هذا هو الديفينيسيون تاع لونغل انسكري. نجيو لهاد ليكزامبل مثلا، لاحظوا معايا عندي هنا ان سيركل سي، عندي مثلا هاد لونغل بي ا سي. اذا الراس ديالها هنا فين ملونه بالخضر هو ا، الراس ديالها هو ا. اذا اش كتلاحظوا معايا؟ الراس ديالها ينتمي الى الدائره، والضلعان اللي كيحصروها اش كتلاحظوا؟ بانهم كيقطعوا الدائره. اذا فاش تكون عندي شي زاويه الراس ديالها كينتمي للدائره ودلعاها يقطعان الدائره، هذه كنسميوها اونغل انسكري بالدارجه زاويه محيطيه. دونك هادشي اللي شرحت لكم انا كاتب لكم في هاد ليكزامبل. دونك اون كونسيدير لا فيغور، اعتذر واحد شويه. دونك هنا نوقفوا مزيان. دونك اون كونسيدير لا فيغور سو كونتري دي لونغل بي ا سي، يعني الزاويه اللي الراس ديالها هو ا، شنو ايتابولي اونغل انسكري. اذا نعقلوا عليها كنسميوها لونغل انسكري. اون دي كو لونغل انسكري بي ا سي انترسيبت لارك بي سي. هنا شنو كنقصدوا بهاد الجمله؟ قال لك ان هاد الزاويه المحيطيه هاد لونغل انسكري بي ا سي، على سميناها، نعاود نكرر، على سميناها لونغل انسكري لحقاش الراس ديالها كينتمي للدائره ودلعاها يقطعان الدائره. لاحظوا معايا الضلعين ديالها اش كيديروا؟ كيحصروا واحد القوس، ها هو فين لونكم بالاخضر. دونك شنو تنقولوا بالفرنسي؟ تنقولوا بان لونغل بي ا سي اش انترسيبت لارك بي سي. شنو كنعنيو بانترسيبت؟ هي تحصرو القوس بي سي، والقوس كنديرو فوقو هذا الرمز بحال شي قوس فوقو هذا الرمز. دونك هذا هو التعريف نتاع الزاويه المحيطيه او لونغل انسكري. نعطيكم اكزامبل اخر في هذا المثال نيت على لونغل انسكري. مثلا ناخذ واحد لونغل، مثلا وحده ناخذ مثلا هنا واحد الراس ام، ناخذ مثلا هنا واحد النقطه ان، وهنا واحد النقطه مثلا M N O par exemple. صافي. اذا نجي مثلا هذه الزاويه للراس ديالها غيكون هو M، حتى هي غنسميوها لونغل انسكري. بوركوا لونغل انسكري؟ اذا كما كتلاحظوا هذه الزاويه هذه اللون هذا الليموني، حتى هي غنسميوها لونغل انسكري. بوركوا لونغل انسكري؟ علاش؟ لحقاش الراس ديالها كتلاحظوا كينتمي للدائره وضلعاها يقطعان الدائره، فين وكيقطعوا الدائره، وفين كيحصروا الدائره؟ كيحصروا القوس، كيحصروا هنا. اذا القوس اللي كيحصروه هو القوس او ان. صافي. اذا هذا هو الديفينيسيون تاع الزاويه المحيطيه اللي تنسميوها بالدارجه ديالنا، كنسميوها بالفرنسيه اعتذر لونغل انسكري. لونغل انسكري عندها واحد الكاب بارتيكيلي، واحد الحاله خاصه. اذا انتبهوا معايا، نعطيكم واحد الحاله الخاصه للزاويه المحيطيه يعني لي لونغل انسكري، هي كالتالي. اذا هي قدامكم كتسالي، نقراها عليكم. دونك مثلا عندي واحد الكاب بارتيكيلي دان لونغل انسكري. اون كونسيدير لا فيغور تيل ا سي تين تانجونت او سيركل سي او ا، عندي مثلا واحد الدائره سي. صافي. لاحظوا معايا هاد الدائره، عندي هاد الزاويه بي ا سي، لاحظوا معايا الراس ديالها كينتمي للدائره، ياك؟
مزيان. الضلع الاول ديالها كيقطع الدائره، ولكن الضلع الثاني لاحظوا معايا عباره عن ماذا؟ عن طونجونت، عباره عن مماس للدائره. اذا فاش تكون عندي شي زاويه الراس ديالها كينتمي للدائره واحد اضلاعها كيقطع الدائره والضلع الاخر تيكون مماس للدائره، كذلك هاد لونجل هادي كنسميوها لونجل انسكري. شنو كنقصد هنا؟ يعني راه ماشي بالضروره بجوج يقطعوا، يقدر يكون احد الاضلاع مماس. اذا فاش يكون احد اضلاع هاد الزاويه مماس راه ماشي مشكل، المهم يكفي ان الراس ديالها يكون كينتمي للدائره ويكون ضلعها يقطعان الدائره او احدهما مماس للدائره. في هذه الحاله كنسميوها لونجل انسكري. وهنا القوس انترسبتي باغ لونجل انسكري بي اس، شنو هو؟ هو هاد لارك. دونك القوس كنسميوه بالفرنسيه لارك. دونك هنا شنو كنقولوا؟ كنت كنقولوا بان لونجل بي اس سي اي تابولي اونجل انسكري. هذا الشيء راه شرحنا شرحته. ال انترسبت لارك ابي، يعني كتحصر لارك ابي. نتمنى تكونوا فهمتوا دابا التعريف نتاع لونجل انسكري. دابا غنمروا للتعريف الثاني اللي غنهضروا فيه على لونجل او سونتر. باللغة العربية لونجل او سونتر او الدارجة ديالنا هي الزاوية المركزية. اذا التعريف نتاع الزاوية المركزية هو كالتالي، ديفينيسيون دونك دون ان سيركل ان لونجل او سونتر شنو هو؟ هو ان لونجل دون لو سومي اي لو سونتر دو سيركل. دونك انا نشرح لكم التعريف نتاع لونجل او سونتر. شنو هو لونجل او سونتر او بالدارجة الزاوية المركزية؟ هي الزاوية التي يكون رأسها دابا ماشي كينتمي للدائرة، لا، تيكون الرأس ديالها هو مركز الدائرة. يعني فاش تكون عندي شي زاوية الرأس ديالها هو مركز الدائرة، هذه كنسميوها لونجل او سونتر. اذا انتبهوا معايا في المثال، انا غنعطيكم دي زيكزامبل على دي زونجل او سونتر. المثال اللي من خلاله غتفهموا شنو هو لونجل او سونتر او بصيغه اخرى الدائره المركزيه هو كالتالي. اذا لاحظوا معايا عندي ان سيركل سي، مزيان، عندي ان لونجل. دابا هاد لونجل شنو غنسميها؟ لونجل بي او سي. يعني لونجل بي او سي شنو هو الراس ديالها؟ غيكون الراس ديالها هو او. لاحظوا معايا، اذا هاد لونجل هادي شنو هو الرأس ديالها؟ هو او. يعني الرأس ديالها شنو هو؟ هو مركز الدائرة. اذا فاش تكون عندي شي اونجل الرأس ديالها تيكون مركز الدائرة وضلعها يقطعان الدائرة، هذه ما كنسميوهاش لونجل انسكري. شنو كنسميوها؟ كنسميوها لونجل او سونتر. يعني هنا شنو غنسميو؟ لونجل بي او سي اي تابولي اش لونجل او سونتر. بالعربيه الزاويه بي او سي، يعني الزاويه التي راسها او، شنو كنسميوها؟ الزاويه المركزيه. وكذلك هذه الزاويه المركزيه الى تيرسبت واحد لارك، يعني كتحصر لي واحد القوس. اذا شنو الضلع ديالها؟ شنو هو القوس اللي كيحصروا ليه؟ هو هذا، غنجي لونه لك. دونك هنا شنو تنقولوا؟ اون دي اش كولونجل او سونتر بي او سي اش انترسبت لارك بي سي، يعني تحصر القوس بي سي. غتقول لي استاذ قتلتيني بهاد انترسبت لارك بي سي، انترسبت لارك دا، انترسبت لارك دا. علاش ركزت على هاد انترسبت؟ راه هي اللي غنحتاجو في واحد التمارين اللي غتشوفوهم في الفيديو الموالي، الله يرضي عليكم. اذا في هاد الفيديو الاول انا اكتفيت نشرح لكم غير التعريف نتاع لونجل انسكري شنو هي، لونجل او سونتر شنو هي. وفي الفيديو الثاني غنعطيكم التمارين اللي كيتعطاو في الفروض وفي الامتحانات المحليه، يعني التمارين النموذجيه اللي من خلالها غنشوفوا العلاقه ما بين لونجل انسكري اي لونجل او سونتر. نختتم هذا الفيديو نعطيكم واحد لونجل اخرى او سونتر. مثلا نجي ناخذ واحد النقطتين هنا، مثلا واحد النقطه ام هنا، مثلا واحد النقطه ان. نجي مثلا نرسم هذا لونجل او سونتر. دونك هاد لونجل هادي مثلا ام، نجي مثلا نكتبها لكم هنا ام او ان، يعني الزاويه التي راسها او. شنو غنسميها في هذه الحاله؟ غنسميها لونجل او سونتر. علاش لونجل او سونتر؟ حيت الراس ديالها هو مركز الدائره، وكتلاحظوا الضلعان ديالها كيقطعوا الدائره. وهذا لونجل ام او ان الانترسبت كيل ارك، الانترسبت هاد لارك اش اللي غنسميه لارك ام ان. وشنو غندير فوقه؟ غندير فوقه هاد الفليش، دائما لارك كنديروا فوقه هاد الفليش بحال شي سامبول ديالو. اذا هادو هما لي ديفينيسيون تاع لونجل انسكري اي لونجل اونس او سونتر. دونك لونجل انسكري شنو هي؟ هي لونجل اللي تيكون لو سومي ديالها ابارتيان او سيركل، اي اش لي كوتي ديالها اش
اعتذر الي كوتي ديالها اش الكوب لو سيركل. عاوتاني لونغل او سونتر شنو هي؟ هي لونغل لي لو سومي ديالها تيكون هو لو سونتر دو سيركل صافي، ولي كوتي ديالها ايغالمون الكوب لو سيركل. وفاش كيقطعوا لي سيركل راهم كيحصروا واحد القوس الى انترسيبت ان ارك. نتمنى تكونوا فهمتوا لا ديفينيسيون تاع لاك او سونتر تاع لونغل او سونتر اي لونغل اش انسكري. دونك ننتقلوا الى الفيديو الموالي اللي غنشرحوا فيه بعض التمارين وبعض العلاقات ما بين هاد لي دو زونغل.